مهمة صعبة جدا. اتفرجت على اعمال كتيرة جدا، اتبسطت ان انا اتفرجت عليها لانه فعلا رمضان عدى ما لحقناش نتفرج على كله. يعني اتفرجت على 3 مسلسلات زي كل الناس، يعني بتدي رمضان بتختاري مسلسلين 3 بتتفرجي عليهم وخلاص بيكملوا معاكي، ما عندكيش الوقت تتفرجي على كله لان احنا بننتج اكتر من حاجة و50 مسلسل في السنة. فالحقيقة المهرجان كان بالنسبة لي فرصة حلوة قوي ان انا اجبرتني اتفرج على بقية اعمال، واتبسطت جدا ان كان في اعمال بجد كانت حلوه، وكان في فعلا طاقه فنيه بتطلع من الناس، حتى الناس الجديده مقدمين طاقات مبهره وتفرحك وانت بتتفرجي عليها. اقول لها تكريم متاخر ليكي جدا، تستحقي ده من زمان، قدمت كتير في المسرح، قدمت كتير في الدراما. انا شخصيا اشتغلت معاها عملين قبل كده. ست جميلة، يا ربنا يديلها الصحة يا رب. بصي انا مش بختار بقول ايه الاعمال اللي عايزة اقدمها، بس انا كل اللي ببقى مركزة فيه انه الاعمال اللي هي عندي بتمنى انها تطلع في احسن صورة، اقدر اقدمها بشكل كويس، تبسط الناس، لانه انا بشكل عام وسوسة شوية في شغلي كتير، مش شوية. فبتمنى دايما ان انا اقدر اقدم اعمال تحبها الناس، هو ده المهم بالنسبة لي. اغرب اشاعة هتستغربي لو قلتلك ما بحبش، يعني ما بهتمش بالاشاعات وبالكلام، لانه من زمان قوي زمان كنت بنهار نفسيا لما بسمع اي حاجة عني، مهما كانت صغيرة، يعني مهما كانت صغيرة كنت بنهار واقعد اعيط، وبعدين اكتشفت ان انا هقضي حياتي كلها انهيارات ودموع، فقلت لا انا مش هسمع. وعشان كده انا ما تلاقينيش السوشيال ميديا خالص، وما بسمعهاش وما بشوفهاش وما بتابعهاش، ومش عايزه اعرف الناس بتقول عني. الناس بيحبيني كويس قوي الحمد لله، بقى مبسوطه ان انا كسبت، والناس ما بتحبنيش ما عنديش اي مشكله، ما عندي الناس دي اذواق، يعني ما مش شرط لازم كل الناس تحبني، مفيش حد في العالم في الناس كلها حبيته، فالمساله بسيطه مش مستاهله. بس ما بحبش فكره الاشاعات، يعني بجد ما بحبش. يعني ايه فكره ان انت تكذب تقول كلام وحش عن حد؟ طب ليه؟ يعني ما بحسش ان ليها، يعني ببقى نفسي اسالهم انتوا استفدتوا ايه؟ بس خلاص عادي، يعني من الحياه مليانه حاجات كتير قوي، مش كل حاجه بتعجبك. يعني ربنا يديله الصحه، نفسي اشتغل مع الاستاذ عادل امام، ربنا يديله الصحه، ودكتور يحيى الفخراني. ما يعني ربنا يديله الصحة، الإشاعات طول عمرها بتطلع من زمان. ما أنا بقولك أنا ببقى نفسي أفهم اللي بيطلع الإشاعة بيكسب إيه لما بيطلعها، دي حاجة دماغي مش راضي يفهمها. بس ربنا يديله الصحة، حد أدى للفن كتير قوي 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 قوي، كان ذكي جدا، قدر يوصل، قدر يشغل الناس لاخر ثانيه في حياته، موجود مش موجود، او الناس مهتمه انه مش موجود ليه، يبقى في حاجه، فكل ده اهتمام لانه نجم. دي النجوميه اللي بجد، اللي هو تبقي انت مختفيه والناس بتسال عليكي برضو او بتطلع عليك اشاعات. طب يا عم انا مختفي مش مهم، بس ما حتى عدم وجودك ده عامل لنا مشكله، دي حاجه ربنا يديله الصحه يا رب. شوفي ازاي الناس بتقول بصي، هو الكلمة كبيرة معقدة وصعبة ان انت يعني تقعدي تشرحيها. اي شغلانة في العالم في الحياة تقدري تعمليها حرام وتقدري تعمليها حلال. شغلتك دي وانت واقفة قدامي انت ممكن تبقي حرام وممكن تبقي حلال، ممكن تبقى فلوسك بتكسبيها حلال وممكن تبقى بجد حرام قوي وتبقي بتعملي حرام اكتر مني بكتير قوي. فاهمه قصدي؟ يعني لو في ناس شايفه ان الفن حرام، ففي ناس كتير، انا بقى في دكاتره يبقى حرام، في محاميين حرام، في حاجات كتير قوي. فهي مش كده، هو ربنا لوحده سبحانه اللي هيقدر يحكم ما بيننا، مين اللي حرام مين اللي حلال ومين كان نيته ومين صلح ومين افسد. ما هو فساد في الارض ده حاجات كتير قوي غير التمثيل، بالعكس ده ساعات كتير قوي التمثيل والفن بيصلح امور، بيعمل يعني ساعات انت بتصلحي بعمل درامي، بتصلحي قانون، بتكسبي فيه ثواب لحد بعد ما بتروحي من الدنيا 200-300 ألف سنة. فاهمة قصدي؟ هي الفكرة على حسب، انت لو صحفية ممكن تبقي حلال وممكن تبقي حرام، ممكن تشهري بحد وتبقي طول عمرك بتاخدي سنوب طول عمرك لان انت اصلا كدبتي على حد او شهرتي بسمعة حد، هي دي حلال؟ فهي احنا اقل من ان احنا نقول حلال وحرام، مش احنا اللي نقول. أعمالي الجديدة، أنا بعمل حاليا مسرحية قمر الغدر،
هتتعرض ان شاء الله على مسرح البالون كمان اسبوعين ثلاثه باذن الله. احنا خلاص بنعمل جنرال يعني طلع فيها غجريه جديده عليا قوي وفيها 9 استعراضات واغاني. عندنا الحقيقه استعراضات اكتر من التمثيل في الـ في الـ في المسرحيه, وعندي مسلسل اسمه تعويذة رشيده, وعندي فيلم سينما اسمه الورقه الثالثه صورنا 3 ارباعه في باريس, وفاضل لي لسه في حوالي 10 ايام اتوقع ان احنا نخلص ان شاء الله في راس السنه باذن الله.